قرطبة قرناطة سوري ما زلنا في مدينة قرناطة. هاي السيتي سنتر الشارع الرئيسي. يمكن ما أقدر أصور الصبح. لأن من الفجر بطلع بروح ملقا. قرناطة الجنوب الإسباني. طبعا ما بعد ما نزل ما جيت من غسل الحمراء غريب جدا من هالمكان. حتى الواحد يقدر يصير لمشي. هذا السيتي سنتر مال المدينة الحلوة هاي. يعني أنا أنصح بزيارته وبقوة. مشكلة حينه تقريبا قبل المغرب بشوي. دور لي هوتيل وبات فيه وان شاء الله من الفجر تحرك الى ملقا. بس حبيت انقل لكم الصورة عن مدينة قرناطة حلوة. بعد ما وقفت السيارة في الباركينج المشكلة في أوروبا إذا كنت مأجر سيارة المشكلة الوحيدة في الباركينج. هذا هي المشكلة الوحيدة. بالنسبة للأوتيلات الواحد ما يحاتي. الأوتيلات فيها أنواع وأشكال. فيه بثلاث نجوم بأربع نجوم. بأربع نجوم تقريبا أفضل شيء. يعني سعر زين. فيه تراوح بين 70 إلى 85. ويعني مريح نوعا ما. حمام زين. غرفة زينة. يا اخوان حبيت بس انوه واقول يعني كذا مره يسالون يا اخوان كم تكلف الرحله الى كذا كم تكلف الرحله. صعب جدا يا اخوي اقدر اجاوبكم على هالسؤال. صعب جدا. انا مو بعرف كيف انت شو وين بتسكن شو بتاجر من السيارات شو وين بتتنقل. ولا عموما يعني يا اخوان ترى اوروبا غاليه في المأكولات في هاي غالي يعني مواصلات لأن التاكس عندهم غالي. يعني خذ تصور يعني خصوصا إذا معاك أطفال يعني لا تفكر تجي وفي مخباك أقل عن بطاقتين فيزا إذا ما كان من ثلاثة بعد لا تفكر. هذا واحد من المراكز المشهورة الكورت انجليش. كل مكان له أفرع في كل مكان في إسبانيا خصوصا في إسبانيا. كذلك في البرتغال في كل مكان. كان في إسبانيا منتشر بطريقة عجيبة. هني نهاية الشارع. مدينة قرطبة الجميلة. يستاهل واحد يوم يبات فيها واليوم الثاني مثلا يقوم بزيارة
يقوم بزيارة غسل الحمراء وبعدين يتمشى في المدينة إذا كان الجو يعني شوفه يعني اليوم مثلا الشهر 2 الجبال المغطاة يعني كلها ثلوج, إذا حاب يسير روح للثلوج يعني في فرصة, بس ما أعتقد في الصيف تبقى الثلوج هاي لين شهر 7-8 مثل سويسرا مثلا, والله ما أدري, لكن حاليا أنا أشوف الجبال هذا واحد من النصب الموجود هنا في المدينة, طبعا نافورة تحت درجة الحرارة 5 تشوفون يا جماعة 5 الساعة 9:09 صباحا. السيارة في أوروبا مفيدة جدا جدا, يعني وقتك عندك متى ما قمت من النوم حبيت تروح لأي مدينة لأي يعني شورك في يدك, لا تنتظر مواعيد باصات ولا قطارات ولا طيارات ولا شيء, هذا الزين فيها. اللي مو بزين هي بعد المسافات, مثلا يعني تموت قهر المسافة 150 كيلو ولا 160 كيلو تقطعها في 5 ساعات, هذا هنا القهر, هاي المشكلة بس. ولا لازم يعني أنا أنصح الجميع اللي يبغى يستمتع في أوروبا يأجر له سيارة يكون معك ليسن دولي وتلتزم ببعض القوانين اللي عندهم هنا. احذر أنك تطوف الباص أثناء نزول الطلبة وصعودهم. عندك المدن حاسب قد ما تقدر أنك ما تكون ما تمشي بسرعة زايدة, تلتزم بالسرعة. المخالفات على الطرق السريعة في الهايوي بسيطة جدا 20-25 يورو المخالف الرادار, لكن احذر في المدن. الإضاءة اللمبات سيارة الأمامية والخلفية يعني طبعا لازم تكون شغالة ليل نهار, لو تشوف الشمس قصة أيوة يا إخوان هذا اسم السوق الكي سيريا, هذا شوفوا لين الحين ما زالت النقوش ما زال المباني موجودة. البارحة ما قدرت أمشي ولا قدرت أصور في هالمكان, هم طوروها شوي عادوا تصميم. هذا قريب من الكاتدرائية, ما زال هذا السوق العربي القديم اللي كان هني, هذا هو نفس المكان فقط هم جددوا النقوش. شوفوا قريب جدا من الكاتدرائية اللي من شوي كنت أصورها, والله الله أعلم بعد يمكن كانت هاي مسجد قبل وحولوها إلى كنيسة, بس ما أشوف أي أثر, ما عندي خبر الصراحة, ما عندي أي معلومة, لكن عموما هذا السوق القديم جدا أيام قرناطة, هذا هو. عموما قلت لكم يعني الواحد إذا يسوق سيارة فيه أوروبا لازم الإضاءة تكون شغالة ليل نهار, لأنك تمر في غابات تمر في أنفاق تمر في الغيم يعني الجو يتغير عليك بين دقيقة وأخرى, فلازم هناك في أمور لازم تكون أنت ملتزم فيها. الأولوية للمشاة خصوصا في المدن, يعني في المدن الأولوية في المشاة إذا ما كانت هناك أي إشارات. شوفوا المبنى هذا
لخطة ثانية يعني تقدر تدخل في كلها كلها محلات تجارية على اليسار وعلى اليمين وعسيدة، وهاي كلها أيضا اللي يشوفونها محلات تجارية. أنا قلت مدينة بتكون يعني مو بالحجم هذا، لكن تفاجأت بها. ففعلا الواحد لا تأخذون على كلام الشخص أو تسمعون، لازم توصل المكان قبل لا تحكم عليه مجرد تشوفها في صورة ولا في فيديو. لازم توصل المكان وتتنشق هواء كمان من بالله توصل وتلفي على راحتك. ندخل مبنى حلو بنقوشات حلوة، شوفوا البلكونات وين طالعة. نصب الهليكوبتر هي آخر لحظة يا أخوان قبل الانطلاق إلى ملقا. أنا الحين واقف في ملتقى أربع شوارع، في يعني هذا الشارع كله تسوق على اليمين وعلى اليسار، وهذا نفس الشيء، وهذا الداخلي، وهذا أربع شوارع، وأنا واقف الحين في السنتر في ملتقاهم. كذلك الدخول إلى المدينة من هالناحية، الأسواق الخلفية هذا. ونستودعكم الله والسموها على التقصير، هناك في تقصير. هذا تقريرنا عن مدينة غرناطة، واللي أنصح بزيارته وبقوة. وأي سؤال أي شيء أي شيء مش فاهمينه أنا حاضر، سواء بالإيميل سواء بالمسج سواء بأي طريقة الاتصال. لكن الله يخليكم يا أخوان، جنبوني السؤال المعتاد، كم متكلف الرحلة؟ هذا الشيء يعني أنا بصراحة أنحرج أن أرد عليه على الأخوان. هذا باص سياحي يا أخوان، في المدينة كذلك يتوفر باص سياحي. أنحرج بصراحة لما يسألني واحد كم متكلف. عموما أوروبا يعني أنا مش عارف أنت شو وين بتسكن، يعني الفندق اللي بتسكنه، نوع الفندق، السيارة اللي بتأجرها، المكان اللي بتزوره. عموما يعني أوروبا تعرفون أنتم مثلا البيبسي والماي والأشياء هاي، يعني قالي مو مثلنا، يعني تلقى ساعات الغرشة توصل 12 دراهم، 12 ريال، 10 ريال شي، فبهالحدود يعني. بس عموما شوفوا المطاعم التركية نوعا ما سعرها ممتاز، يعني نوعا ما أفضل عنهم المطاعم التركية. ويعني المطاعم اللي شفت الحلال فقط تقريبا، بعضهم يعني يقول لك أنا نعم هذا حلال وهذا حرام، اللحم مثلا حلال والدياي حرام، حلال وهذاك اللحم حرام، شي يقول لك ينفك قبل لا تأكل. يلا والسموحة، وأنا حاضر لأي تساؤل إلا سؤال كم متكلف الرحلة.